يساوي او عمي عليك كما نقول لك او كما نقول لك انا هذا التكريم ما زلت نقول عمي علي هذا التكريم هذا التكريم الخاص يعني في يوم خاص ايضا واش ممكن تقول لنا عليه هو الشيء اللي مد هذيك الفرحه هذيك البهجه الى ارضك انه احنا في ثلاثه رجالات المسرح بدينا في المسرح وبدينا تقريبا في نفس المده بدايه السبعينات كان الصديق جمال هو كان ربما اللي بدا في نفس السنه تقريبا ونتكرموا فوق الركح لما نتكرموا فوق الركح جو بونس باللي شيء جميل كثير لينا حنا نتكرموا في الركح تاع مسرح محي الدين باشترزي ونتكرموا بالورود وبالتصفاق وبالتولويل نظن كما قال جمال هذا راجع ربما للمسار الفني نتاع كل واحد من حنا وحنا جد مشكورين لهاد الناس اللي تفكروا فينا في حياتنا دو نوتر فيفون دونك جو بونس باللي استنجزت اللي ما يتنساش لانه كنا قادرين احنا في ثلاثه كنا قادرين نديروا مشهد مسرحي البارح لكن المشهد نتاعهم كان اقوى من صح واش من نوع في الارتجالي قصدي ماشي دراما ولا كوميديا دي لارتي ولا مع جمال لا كوميدي هي اللي تمشي هي سيدة الموقف عندنا ميتر اون سان عندنا انسان يكتب صح وانا نقول ممثل هو ثاني ممثل هذا ممثل قادرين نديروا البارح بطريقه ارتجاليه كنا حابين نديروا شيء لكن الطابع الموسيقي والغنائي كان غالب